السلام عليكم متتبعي جريده اشواق عتيفي. حنا دابا في الاخر ديال العام، خرجنا نسولوا الناس واش غلطتي مع شي حد، عطيناهم ابيل وعيطوا ليه باش يعتذروا منه. اجوبه مثيره ومضحكه في نفس الوقت، خليكم معنا ما تكيتيوش. صافا خويا كلشي بخير. خويا بغيت نسولك واش غلطتي مع شي واحد في 2018؟ في 2018 ضروري كيوقع الغلط، يعني شي واحد درتي معاه شي خطا وبغيتي تعتذر منه؟ شي واحد، يعني الخطا ضروري ما كيوقع. شي واحد درت مع كاين واحد الدري صاحبي اللي عطيناك دابا التليفون تعيط لي تسامح معاه قبل ما تدخل 2019. ايه مرحبا، شي مشكل يقدر معيط لي ما عندي مع اللي بغيتي، شي مشكل. الو واش اخويا؟ هلا اخويا حسن، لحظة بس عليك. الحمد لله تمام. الله يحفظك اخي. واش هاد جديد اخويا؟ ها جديدة اوه اش تعاود؟ الله يحفظك اخويا. هاد شي دويره زعما كنت عيرتك لك انت عاقل في شهر ربعه وكنا قطعنا الهضره وتخاصمنا وداكشي. عيرتيني؟ يا يمشي ديك خضره في شهر ربعه على عقلتي لها، اش كنا تخاصمنا ومبقاش هضرنا. المهم بغيت نطلب منك سماحه قبل ما تدخل 2019. السماحه؟ علاش؟ انا عارفك انت ما عندك نفس، ما كتقلقش. يلا خويا تهلا لي في راسك. ها؟ يلا تهلا تهلا. تقول لك ما وقع شي حاجة؟ لا ما وقع والو، غنموت. غتموت؟ اه. كيف تموت وكيف؟ وكبير بالك. يلا احلى مولانا اخويا. بغيت نسولك، غلطتي مع شي واحد في 2018 ولا طرب بيناتكم سوء تفاهم؟ ضروري. يعني إلا بغينا دابا تعيط ليه وطلب منه السماحة وتسامح معاه قبل ما يدخل العام الجديد. نعيط ليه ماشي مشكل. يمكن كتجبد النيميرو ديالو. ليجاوبش على هاد النمرة. النمرة ما عارفاش ما غيجاوبهاش. ما باغيش يتصالح في العام الجديد. ما كاينش شي واحد اخر غلط معاه؟ لا هذا. نسولك غلطتي مع شي واحد في سنة 2018؟ ضروري في اي سنة كتغلط مع شي واحد وضروري ما يكونش سوء تفاهم ولا شي حاجة مع شي صاحبك، يقدر يكون ماشي صاحبك ولا شي واحد مهم غلط. تقدر انا انت عندك واحد الاستعداد انك تتصالح مع داك الشخص اللي غلطتي معاه؟ عندي استعداد. يعني غاديش دابا تعيط ليه؟ مرحبا علاش لا، مرحبا نقدر نعيط. الو السلام عليكم. بخير خويا. معك ايوب. ايوب فين؟ بخير هاني. بخير الله يحفظك. انا عيطت لك في هاد الوقيته هادي حيت دابا غادي تدخل 2019 وبغيت نطلب منك السماحه الا درت معك شي غلط ولا شي حاجه، ومع سنة جديدة ونتمنى يكون اي يكون كلشي مزيان بيناتنا وندخلوا سنة جديدة زوينة ونكونوا خوش كثر ان شاء الله. ان شاء الله خويا. ايوب تاع خويا مسامحة. ما قلتش معايا خويا شي حاجة خايبة كاع. شنو خويا؟ ما قلتش معايا حاجة خايبة، ديما تشوف منك حاجة جميلة حاجة زوينة. الله يحفظك. الا كون درت معك شي حاجة ولا شنو خايبة ولا شي سمح لينا هذاك الشيء اللي كاين. الله يحفظك ليا خويا. صافا خويا كلشي بخير. نسولك فايت لك غلطتي مع شي واحد في 2018؟ واد 2018 دازت زوينه. مره وحده كنت غلطت مع الوالد هرست لها الكيسان. كيفاش هرستي لها الكيسان؟ يمكن تشرح لنا اكثر. كنت كنلعب كره في الدار وجيت لها في كوزينه ضربت لها الكيسان هرستها. يعني هذه فرصه زوينه انا نقدروا نعطيوك ابيل وتعيط على الوالده وتسامح معاها قبل ما تدخل العام الجديد. فرصه زوينه. يمكن تعطيني النمره؟
شي الملاعقه. معايا الخوي هذا واخا كاين معاه. مرحبا. ما باغيش يتصالحوا معاك وقلا هذا العام. لا لا مسافرين كذا شي بلاصه. المهم شنو تبغي تقول لها هي في الكاميرا غتوصلها لها هي غتفرج في حلقه. واه كنبغي نتمنى منها مسامحه وهذه فرصه مزيانه ونطلب منها السماحه دابا. هي اصلا مخلي المدير معانا بالرجوله من نهار تزدنا كنعرفوها. والله يخلي لنا الوالدين ويخلي جميع امه المسلمين شي كانش من. نسولك غلطتي مع شي واحد في 2018؟ غلطت صحيبي. اه مع من غلطتي؟ غلطت مع حد ديري صاحبي. شنو دا شنو السبب اللي خلاكم تغلطوا مع بعضياتكم؟ وا السبب كنت سلفت واحد الطوموبيل كان هو سلف واحد الطوموبيل الساعه درت واحد الاكسيدون وهذا ما كاين. انت مستعد انك دابا تعيط تعتذر منه قبل ما تدخل العام الجديد؟ مستعد مستعد اصحيبي. عطيناك التليفون تعيط لي؟ نعيط له اصحيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يونس معي طارق. طارق وفي اخويا مزيان بخير الله يحفظك. الامور هانيه كل شيء وداك الله يحفظك اخويا. فن واه مع الوقت وصافي هذا المكان راك عارف مع الوقت. اه واخويا يلا غيدخلنا 2019 بغينا نباركوا لك بغينا نقول لك سمح لنا في 2018 داك الشيء اللي وقع لي بيناتنا. المسامحه اخويا طارق الله يحفظك ابو يونس. كثر الامور هانيه الدار كل شيء بخير ايوا مزيان. كي داير مولاي الدار لاباس؟ اوكي. ها؟ أه؟ سنة سعيدة الهجرية ولا الميلادية؟ الهجرية الهجرية. يلاه الله يحفظك ابا يونس. ترى لي في راسك الله يحفظك الشيري سنة سعيدة يلاه. يعني شنو الإحساس ديالك ملي طلب شي من الصديق ديالك السماح؟ اه إحساس زوين وهادي غادي ترتاح أنت من الناحيه ديالك انت وتا هو غيحس براسو راه عطيتي واحد القيمه وطلب شي منه السماحه وراك باغيت يعني في حياته واش كمل. يعني كلاحظت انه عنده واحد الحب من الجهه ديالك حيت قالك انت عمرك غلطتي معايا وشكرك. يعني هو ما عارف لا برنامج ما عارف والو وشكرك. اه بصح نيش اه ونتمنوا نكونوا على حسن الظن للجميع وصافي والله. ان شاء الله. المهم خويا سنه سعيده وكنشكروك على التجربه ديالك معنا بسلامة عليك. كيفاش لاحظتي يعني كيفاش حسيتي باش طلبتي من خوك السماح؟ اش كان؟ شي حاجه غريبه حسيتي بها؟ yeah. شنو الاحساس ديالك من بعد ان ما طلبتي من صاحبك السماحه وباش حسيتي؟ دابا تلقى بخير الحمد لله صافي تا هو راه سمعتي كيف ما كتشوف تا هو راه قال لك مسامح كريم الحمد لله وهذا ما كان. المهم شنو تبغي تقول للمشاهدين بحلول السنه الجديده؟ وطلبوا السماحه وربي كيغفر حسب لك حنا اطلبوا السماحه كاين يسمح لي يسمح لك. المهم خويا كنشكروك على المشاركه ديالك معنا وسنه سعيده تدخلك بالصحه والسلامه وطول عمر ان شاء الله. المهم خويا كنشكروك على المشاركة ديالك معنا وسنة سعيدة تدخل لك بالصحة والنجاح وطول العمر إن شاء الله. شكرا شكرا خويا. حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.